صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 38 لسنه 2024 بتعيين مدير في الجهاز الوطني للايرادات وذلك بناء على عرض وزير الماليه والاقتصاد الوطني جاء فيه يعين السيد محمد احمد عبد الرحمن بخماس مديرا لاداره حسابات وعلاقات العملاء في الجهاز الوطني للايرادات